نشرح لنفسك في الديناميك بروجرامنج. المين ايديا في الديناميك بروجرامنج ان احنا عندنا مشكله، المشكله دي بنقسمها لسمول سب بروبلمز ان ريكيرسيف مانر، وبعد كده بنفايند السوليوشن بتاع كل سب بروبلم وبنعمل لهم في الاخر خالص كومباين عشان نعرف الفاينل سوليوشن. فالديفرنت هنا في الديناميك بروجرامنج ان احنا بنحل كل سب بروبلم مره واحده بس وبنعمل له ستور في الميموري. فاحنا امتى ممكن نستخدم الديناميك بروجرامنج؟ احنا خدنا قبل كده في فيبوناتشي نمبرز وقلنا ان بروبلم في ريكيرسيف ابروتش ان هو بيرن في اكسبانشن رانينج تايم. ليه؟ لان احنا بنفضل نعمل كالكوليت للسيم سب بروبلم كل مره. اكزامبل مثلا لو احنا عايزين نجيب الان فيبوناتشي نمبر اللي هو ده، فبنكالكوليت الان ماينس 1 والان ماينس 2، وعشان نجيب الان ماينس 1 بنكالكوليت الان ماينس 2 اللي احنا لسه عاملين كالكوليت هنا، والان اوف اف اوف ان ماينس 3. وفي الرايت برانش هكذا بنجيب الان ماينس 3 والان ماينس 4 اللي احنا لسه عاملين له كالكوليت هنا. فبنفضل قاعدين كل مره بنكالكوليت السب بروبلم اوفر اند اوفر، يعني هنا عملنا له مره وهنا عملنا مره، عشان كده سميناها اوفرلابنج. ففي الديناميك بروجرامنج احنا بنعمل ايه؟ احنا بنجيب مثلا اف اوف ان ماينس 2 بعد كده بنعمل لها ستور في الميموري، فلو جينا هنا هيكون خلاص معانا الاف اوف ان ماينس 2 فبنحطها على طول مش بنعمل لها كالكوليت تاني. فعشان كده ممكن نقول ان الديناميك بروجرامنج بيستعمل اكسترا ميموري، بس البديل ان الرننج تايم بيكون اسرع. فعشان لو حد هنا طلبها في الديناميك بروجرامنج والديفايد اند كونكر، الديناميك بروجرامنج عباره عن اوفرلابنج سب بروبلمز، الديفايد اند كونكر نون اوفرلابنج سب بروبلمز. يعني لما نيجي نحل الديناميك بروجرامنج بنشوف اوفرلابنج سب بروبلمز، يعني السؤال بيكون فيه حاجات اوفرلابنج فبنحلها بديناميك بروجرامنج، لكن لو عايزين نحل بالديفايد اند كونكر بنشوف لو هو السؤال ما فيه يعني فيه ما فيهوش نون اوفرلابنج سب بروبلم. اول حاجه في النابساك ان احنا جيفن ان ايتمز، كل ايتمز عندها الويت بتاعها والفاليو، فاحنا بنشوف ايه الايتمز اللي ممكن ناخدها، بس الشرط ان يكون الويت بتاعها less than or equal the maximum weight والتوتال فاليو يكون اكبر حاجه. احنا عندنا هنا بروبلم بتقول ان في واحد مسافر والحموله اللي المفروض يكون واخدها ماكسيمم 15 كيلو، وال 15 كيلو دول بيمثلوا النابساك كاباسيتي. فدلوقتي ممكن نشوف الايتمز اللي ممكن ناخدها معانا واحنا مسافرين، وكل واحده عندها الويت بتاعها والفاليو بتاعتها. فاحنا عندنا هنا شويه ايتمز والويتس بتاعتها والفاليو بتاعتها، فاحنا ممكن نحط ايه هنا في الشنطه دي؟ الماكسيم بتاعه يكون 15 كيلو والفاليو يكون اكبر حاجه. فاحنا ممكن نحط مثلا الكتاب مع اللابتوب، ممكن نحط البلاي ستيشن مع الكاميرا مع اللابتوب، وده تقريبا هيكون اكبر حاجه. فمثال تاني، احنا عندنا ايتمز عندنا كل واحده ليها الويت بتاعها وعندنا الماكسيم كيلو هنا، ده الماكسيم كاباسيتي والفاليوز بتاعتها. فاحنا اول حاجه ممكن ناخدها هي الاكس 4 2 كيلو، ممكن ناخد معاها الاكس 1 5 كيلو، او ممكن ناخد الاكس 4 مع الاكس 2، او ممكن ناخد ال 9 كيلو لوحدها اللي هي اكس 3 عشان الكباسيتي عندنا هنا 10 كيلو فمش هنعرف ناخد حاجه معاها. اكزامبل على نفسك، احنا اول حاجه عندنا هنا تيبل، تيبل ده 2 دي تيبل، وعندنا ال n equal 3 items وال w equal 5 وده الكباسيتي بتاعت نفسك، وعندنا كولمز هنا ريبريزنت الكباسيتي، يعني الكباسيتي هنا ب 0 وهنا ب 1 وهنا ب 2 لحد ال 5، وعندنا هنا الايتمز ده نو ايتمز، فاحنا نو ايتمز عندنا فهنفل كل الحته دي ب 0 عملنا لها 0. وبعد كده عندنا عندنا ايتم 1 وايتم 2 وال ايتمز الكباسيتي بتاعتهم ب 0، فاحنا ما عندناش اي كباسيتي هنا ب 0 فهنفل ده ب 0 تمام. وبعد كده عندنا ايتم 1، ايتم 1 احنا عملناها هنا ب 0 عشان الكباسيتي كانت ب 1، فاحنا 4 كيلو جرامز ينفع نحطها في كباسيتي 1؟ ما ينفعش. او ينفع نحطها في كباسيتي 2 او 3؟ لا ما ينفعش برضه. فهتيجي هنا 4، ال 4 ينفع، فهنحط الفاليو بتاعتها اللي هي 10 وهنحطها في ال 5 برضه. هنيجي هنا للايتم 1 وايتم 2، احنا عملنا ستور للحاجات اللي فاتت دي كلها في تيبل فمش لازم نعمل لها كالكليت تاني، فعملنا الفورمولا دي وبنقول وبنشوف الماكسيمم فيهم. فاحنا اول حاجه في ايتم 1 وايتم 2 هنا كان الكباسيتي بتاعت 4، هنا كان ماكسيمم 4 وماكسيمم 2، فاحنا هنا اول ما وصلنا ل 2 حطينا الفاليو بتاعت 4، وكانت الثانيه كانت ايتم 1 ب 0 فما فيش ماكسيمم بينهم هناخد ال 4. وكذلك في ال 3 هنا ما ينفعش نحط ال 4 في ال 3 فحطينا بتاعت 2 اللي هي الفاليو بتاعتها 4. في ال 4 احنا كان عندنا الفاليو بتاعت 10 10 فاليو وعندنا ال 4، فمين اكبر؟ ال 10، فهناخد ال 10 وهناخد ال 10. بعد كده عملنا اول ايتمز، اول ايتمز احنا عندنا كباسيتي ما فيش، وعندنا الايتم ايتم 2 كباسيتي بتاعتها الويت بتاعها 2 كيلو جرامز فهنحطها الفاليو بتاعتها 4 هنا بس. وهنا حطينا 7 عشان شفنا مين اكبر، ال 7 ولا 4؟ وليه جبنا اصلا 7؟ ال 7 جت من ال 3 هنا كباسيتي بتاعت 3، وهنا بنحسب الاول ايتمز، فالايتم 3 الويت بتاعها كان 3 كيلو جرامز والفاليو بتاعتها 7 فحطينا 7. وبعد كده هنا الكباسيتي كانت 4 فحطينا الفاليو بتاعت 4 اللي هي 10 عشان ال 10 هي الاكبر. وهنا هنحط 11، ليه بقى هنا حطينا 11؟ احنا كنا ممكن نحط الفاليو بتاعت الويت ايتم 1 اللي هي ب 10، بس دي مش اكبر حاجه، احنا ممكن نعمل ايتم 2 بلس ايتم 3 اللي هي 4 بلس 7 هيدينا 11، في نفس الوقت الكباسيتي بتاعتهم هتكون 5 فهينفع عادي نحطها في ال 5 ومش هتعدي الماكسيمم كاباسيتي. احنا هنا عرفنا ان الماكسيمم بروفيت $11، بس احنا ما عرفناش ايه الايتمز اللي هنعملها انكلود. احنا هنا هنبدا باللاست ايتم وهنفضل نعمل كومبير للايتمز اللي فوق بعض، الاثنين اللي زي بعض اللي هم ايكوال، يعني ده معناه ان احنا ما عندناش انكلود للجيفن ايتم في نفسك، فهطلع الرو اللي فوق، اذروايز هنطلع الرو اللي فوق وهنفضل نمشي ليفت على عدد الويتس بتاعت الايتم. فاحنا هنشوف هنا اهو مسكنا من بدانا من الاخر ومسكنا الاثنين دول وشفنا ان هو مش عليهم انكلود، فهناخد ونبدا دي ماشيين ليفت. مشينا ليفت ليه كل ده؟ عشان احنا مشينا على الويت بتاع اللي هو الويت ايتم 3 اللي هو 3 كيلو، فاحنا مشينا 1 2 3 وبعد كده هنشوف اللي فوق وهنمشي برده 2 تانيين ليفت. اول ما نوصل للزيرو او نوصل لاخر حاجه هنا هنقف. حاجه هنا احنا عندنا اربع انبوتس، اول حاجه الدبليو، الدبليو دي نفسها الكباسيتي، والدبليو تي دي الويت بتاع كل ايتمز، والفاليو دي الفاليو بتاع كل ايتمز، والان دي النمبر اوف ايتمز. ثاني حاجه عملناها عملنا 4، ال4 دي بتعمل ليست، بتعمل 2 دي ليست عشان نعمل ستور للريزلتس بتاعت السب بروبلمز فيها. بعد كده عملنا 2 لوبس، اول واحده بتلف على الايتمز وثاني واحده بتلف على البوسيبل كاباسيتيز بتاعت نفسها. بعد كده عملنا اف، الاف دي بتشوف لو ما فيش ايتم او لو الكباسيتي از زيرو فبنصفرها زي ما عملنا في التيبل بالظبط في الاول. هنا بنشوف لو كانت ويت از ليس ذان اور ايكوال الكرنت نابساك كاباسيتي فبنخش. وبعد كده عملنا كالكليت للماكسيم، بنشوف لو هنعمله انكلود فبنقاد الفاليو بتاعته تو ذا نابساك فاليو، لو عملنا له اكسكلود للكرنت ايتم فبناخد الفاليو اللي في الرول الاباف اللي هو هنا.
واخر حاجه عملناها بنشوف لو الكرنت ويت از جريتر نفس الكباسيتي، فبناخد الفاليو من بناخد الرقم بتاعه من الرول اللي فوقيه، تمام؟ ودي الاناليسيس بتاعته. عندنا اثنين لوبس، اول واحده بتاعت الان وثاني واحده بتاعت الدبليو، فعندنا واحده من الاي وواحده من الجي، وبعد كده خدنا دي الاول، وعندنا بيس كيس هنا فعملنا ال1، واخدنا دي الاول فكناها فطلع لنا في الاخر اللي هي الدبليو، فاخدنا دبليو. بعد كده الدبليو هتكون هنضربها في الان ماينس ان ماينس 0 بلس 1، وهتفضل بس الان في الاخر خالص هتكون ان اوف دبليو.